من زمان قوي والشعب المصري معروف عنه خفة الدم، ويمكن قبل اختراع النت والسوشيال ميديا كان الشعب المصري عنده الترند الخاص بيه واللي كان متمثل في النكتة ورسومات الكاريكاتير. فلما كنت تقابل حد تلاقيه بيقول لك سمعت آخر نكتة، أو تلاقيه بيفتح لك الجورنال يوري لك آخر كاريكاتير منشور فيه. والحقيقة إنه مصر كان عندها عظماء في فن الكاريكاتير، رسوماتهم انتشرت في العالم كله، ومنهم أحمد حجازي، مصطفى حسين، ومحي الدين اللباد، وبهجت محمد عثمان، وغيرهم وغيرهم كتير جدا. وعشان كده معانا النهاردة ضيف هيفكرنا في الزمن الجميل ده، وخصوصا إنه فنان كاريكاتير محترف، وبدأ إنه هو يعمل فيديوز ولايفز على السوشيال ميديا وهو في الشارع والمواصلات والأماكن العامة وهو بيرسم الناس اللي حواليه. وطبعا الفيديوز دي حققت نجاح كبير جدا على السوشيال ميديا، وهو كمان عضو الجمعية المصرية للكاريكاتير، وابتدى مشواره في الصحافة كرسام في الأخبار والجمهورية والمسائية والمواقع والصفحات الإخبارية على السوشيال ميديا. معانا ومنورنا النهارده رسام الكاريكاتير محمد صبري. ازيك يا محمد؟ اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. مبسوطه ان انت معايا النهارده. انا مبسوط اكتر بجد، ومبسوط جدا بالبرنامج بتاعك، جميل جدا، ويعني حقيقي فعلا اتمنى الناس تنبسط. يلا بينا ان شاء الله. يلا بينا محمد. احنا لما دخلنا على صفحتك على السوشيال ميديا اول حاجه لاحظناها ان انت كنت مهندس معماري. هو أنا ما كنتش، هو أنا ما زلت لسه مهندس معماري. أوكي. أو مهندس بوجه العموم، يعني معماري ومهندس تنفيذ حاليا، بشتغل في سايتس مواقع وفي حتة تانية كده مختلفة شوية عن الفن عموما والكاريكاتور بمعنى أصح. طيب إيه اللي خلاك من مهندس ليه ان انت تبقى حابب فكره فن الكاريكاتير؟ والله وانا ما حبيتش ده، هو انا بحب من وانا صغير ان انا ارسم، بحب ارسم وبحب اتفرج جدا على رسم وعلى الكاريكاتير وعلى اعلانات دايما، والصوره دايما بتشدني من وانا صغير. ممكن ابتديت ان انا يعني دايما كنت بلاقي نفسي اي صوره في اي مجله او في اي جورنال كنت دايما باخدها اول حاجه بعملها. لو حد ولد مثلا او حد من غير شنب بزوده شنب، بشخبط بلبسه نظاره، بنوته مثلا بطولها شعرها. فلقيت ان انا بحب دايما ان انا ابالغ والعب وميكس في الواقع وبالغ بمعنى اصح. كلمه المبالغه دي حاجه مهمه جدا كنت دايما بعملها من وانا صغير. مع الوقت لقيت نفسي ان انا برسم دايما، بتفرج على كاريكاتير دايما. كان جورنال الاخبار ده دايما بيبقى متوفر في البيت طبعا، الاخبار والاهرام الجرايد الاساسيه اللي بتبقى موجوده دايما في البيت. فدايما كنت بحب ان انا اول حاجه اجري عليها ان انا اجري على صفحه اخر صفحتين، صفحه الكاريكاتير. كان طبعا الروح العظيم الاستاذ مصطفى حسين دايما كان هو اول حاجه عيني بتروح عليها، ومؤخرا بعدها طبعا عمرو فهمي، وفي ناس طبعا جمعة فرحات وناس يعني ربنا يرحمهم جميعا ويقدرنا ان احنا نفضل ان احنا نعمل جزء من هم او ان احنا نحافظ على هم ابتدوا. فدايما كان الكاريكاتير هو دايما اللي بيشدني. دايما كنت بحب ارسم الكاركترز الانيميشنز اللي موجوده او الرسوم المتحركه، يعني كان بكار دايما، بوجي وطمطم، الحاجات الجميله اللي احنا اتربينا كلنا عليها دي دايما كنت بحب اقعد اشخبطها كتير. كل ده انا ما اعرفش ان انا هبقى رسام او ان انا شاطر اصلا في الرسم، او انا اي هقدر ان انا اعمل اي حاجه او هشتغل بالرسم او همتهن هذا الجانب يعني او هذا المجال. الهندسه انا بحب ارسم، هم طبعا في البيت في الصحاب والناس اللي حوالينا دايما هم اللي بيقولوا لحد انت شاطر في الجزء ده، فانت بيخلوك تاخد بالك بالظبط. فانا خدت بالي من المدرسه، يعني لقيت ان انا بيتقال لي انت بترسم كويس وشاطر. ما كنتش فعلا مقتنع تماما ان انا برسم. في البيت طبعا كانوا بيزودوني، يعني كانوا بيشجعوني جدا، ماما وبابا يعني ربنا يخليهم لي، كانوا الناس دايما بيشجعوني على بكل حاجه بقى. يعني دايما انا افتكر ان والدي كان بيجيب لي مدرس لغه عربيه، لا مدرس مدر طبيعي مدرس لغه طبعا طبيعي مدرس خط، عشان يعني دي ممكن برضو دي اول حاجه خلتني ادخل في الموضوع قوي ان ديتيلز.
كان مدرس الخط كان بيعلمني الخط عشان كان خطي وحش وحش وبشع جدا جدا. كان عندك كام سنة؟ يعني نقول 12 سنة مثلا. أوكي. 13 سنة أو حاجة في ابتدائي، كنت في ابتدائي. فلقيت إن هو كان بيعلمني بطريقة جميلة جدا، كان بيعلمني الحروف بـ 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 على يعني كل حرف، الحاء مثلا وش أو منقار البطة، يعني بيحول للرسومات، الحروف دايما للرسومات، فدايما كان بيشدني. الرسومات كانت رايحة للكاريكاتير طبعا. للكرتون، فده زود معايا الموضوع اكتر. بقيت بشوف كل حاجه بالرسومات، بحولها للرسومات. فمع الوقت لقيت ان انا طبيعي برضو الجرنان فعلا، مع الوقت لحد ثانوي بقيت ان انا جرايد دايما، كنت اي كاركتير بشوفه دايما بنقله وبرسمه. كل ده برضو مش في دماغي اللي انا حابب ارسم او حاجه. دخلت هندسه عشان او دخلت عماره بالتحديد عشان انا كنت بحب الرسم، بس ما كانش في هدف في دماغي خالص ان انا يعني هدخل هندسه هبقى بشتغل مع مهندس عادي او طبيعي، بس انا مش يعني ما حدش قال لي ان انا يعني ايه الحاجه اللي انا يعني ما كانش في هدف. طبعا. انا حواليا فعلا ما كنتش حاطط هدف لحد بعد ما اتخرجت حتى كمان من الكليه. يمكن ممكن في اخر سنتين في الكليه، قبل الكليه، القدرات برضو كان في بيجي لي، كان باخد يعني في درس القدرات، او هو زي كورس حاليا دلوقتي بقى فيه. انا شايفه ان انت خدت دروس كثيره قوي في البيت يا محمد. بصراحه انا كنت بحب، انا بيتوتي، كنت بيتوتي اصلا من الناس اللي هي ما بتاخد، عشان كده ما كانش في لي هدف في دماغي خالص. انا كنت دايما كمبيوتر، كان زمان بقى كمبيوتر، واقعد بلعب جيمز والدروس موجوده، وكنت شاطر يعني، كان بيقول برضو ان انا كنت شاطر. مع الوقت بقى لقيت ان في اول حد ممكن رسمته كان يعني في المدرسه في الثانوي، كان مدرس لغه عربيه رسمته، ولقيت الناس رسمته كاريكاتير بالمناسبه، ما كنتش عارف ان ده كاريكاتير، انا لقيت نفسي رسمته فطلع كاريكاتير. فلقيت صحابي حواليا يعني قالوا ايه اللي انت عملته ده، وهو في الاول اتضايق وبعد كده كان مبسوط. فدي حاجة من الحاجات اللي علمت معايا، لقيت ان هو لا، بقيت برسم كاريكاتير وبوري لصحابي وبوري المستر اللي كان بيعلمني درس القدرات، او هو بيعلمني ازاي اللي انا عشان خاطر امتحان القدرات ده دايما لازم ان احنا نبقى بنعرف ايه الظل وايه المنظور وايه الحاجات اللي ايه الكلام ده. صعب صعب. طب انت امتى قررت ان انت تنزل الشارع وترسم الناس في الشارع وفي المواصلات لايف؟ خليني اقول لك، والله برضو انا ما قررتش. يعني انا ما فيش اي حاجه قررتها. الدرس اللي انت هو فعلا يعني ممكن هو كان كده بالبدايه، ان انا كنت طيب ما ترسم لنا مستر كذا، فطب ما هرسم مستر كذا، فده كان ده شارع برضو، ده بره يعني، ده بره الناس المجتمع اللي بره، كان في المدرسه. تاني لاين برضو خلاني اخرج بره للناس في على القهوه. طبيعي انا في وقت كده من وقت يعني دي افكار من كتيره وقت يعني خلينا من 2012، من 2012 في السنه دي بالتحديد، الكام سنه دول كنا بنقعد على القهوه، كنا كلنا بنقعد، اللي ما بيقعدش على القهوه كان بيقعد على القهوه. فكنت دايما بقعد ارسم الاحداث بقى عموما اللي بتحصل حوالين الاحداث السياسيه والاحداث المجتمعيه، بعبر عموما كاي حد بيعبر. كنت بس بيبقوا عارفين انت بترسمهم. يعني هم مش يعني انت ممكن تبقى قاعد مثلا على القهوه عادي وتشوف حاجه ترسمها عادي جدا من غير ما تساله ولا لازم تساله. انا عايز اقول ان انا في وقت كده في 2012 جيت لنفسي قلت انا ايه، قلت عايز احط هدف لنفسي، قلت اول حاجه انا عايز اعملها، انا ايه الحاجه اللي بعرف اعملها؟ بعرف ارسم. طب انا هرسم كاريكاتير ليه؟ لانه هو انا بعرف اعمل. طب يلا انا هرسم كاريكاتير من بكره في جورنون. ده اول هدف حطيته. عملت ايه؟ قلت عشان انا طبعا انا ما درستش فنون، او ما درستش درست عماره هندسه بس ما درستش فنون. فقلت لا، انا هنزل اول حاجه بقى هتعلم. انا البراكتس بتاعتي كانت عباره عن ايه، ان انا في اي مكان ببقى موجود فيه دايما بشعبط. اوكي. في اي مكان يعني، احنا قاعدين كده قاعدين مستنيين حاجه،
بطلع معايا دايما نوت بوك صغيره كده اللي هي الصغيره جدا دي، وقلم عادي جدا. ما كنتش بقعد بقول لا لازم ماتيريال معينه او لازم ورق معين او لا لا, لا خالص. اروح اطلع السكتش بتاعي واقعد ارسم يعني. بس اي حد بترسمه بتبقى بتساله يا محمد الاول؟ بصراحه ما بسالش، بس بلاقي الناس بتيجي بتبص ايه ده، بيبقى فيه ضحكه الاول في استغراب، ايه اللي بتعمل ايه بعدين ايه ده، لا ده في ضحكه، فببتدي بقى باين اللي انا الرسم، فببتدي لا طب خلاص طب ما ترسمنا، طب تعالى وريها له فينبسط، فطب تعالى نتصور. فبيقول الحد اللي انا بسيبه في القهوه مثلا او حاجه بيقول للناس الحد ده الشخص ده رسام وفنان وشاطر، ما تيجي خليه يرسمنا او حاجه. من هنا مع الوقت بقى في وقت فعلا كنت بقعد على القهاوي كتير قوي، فكنت دايما الناس بتشوف ان انا رسام، عرفت ان انا او انا عرفت ان انا برسم كاريكاتير والناس حباه، فبقيت بعمله اكتر بقى. حاجه تانيه في المترو، انا في وقت كنت يعني هو المترو كنت دايما كان هي وسيله المواصلات اللي انا بروح بيها لشغلي او بستخدمها رايح وجاي، فكان كان دايما بلاقي نفسي برضو في وقت كده بستغله. بصراحه اللي شجعني برضو على ده ان انا فكره ان انا برضو ارسم قدام ناس دي صعبه يعني، مش سهله ان انا مره واحده كده الناس مركزه معاك الجرأه دي يعني، والناس كمان انت بتعمل حاجه مش اي حد هيتقبلها يعني، ان انا اجي ارسمك انت ممكن تقولي دي حريه شخصيه، انت ليه بتتعدى ليه بتصورني زي ما حد بيصور حد وهو ماشي، طب ما ليه هتعمل كده. فحد رسام برضو صديقي كنا يعني في مكان كنت بعمل فيه ورش كاريكاتير هو ده كان، فتعرفنا على بعض فبقينا بنروح وبنيجي مع بعض في الطريق او وسيله مواصلات، هو كان المترو. فقال لي طب كان بيشجعني يعني، انا لوحدي ما كنتش هعمل كده حقيقي فعلا، فكان بيشجع يلا يا صبري تعالى نشخبط يلا طلع حاجه وشخبط، مش حاجه معينه. فانا ممكن ارسم رسمه عاديه كرتون، حد مثلا بيقول لحد حاجه او حد بيعبر عن حاله او حاجه، وبلاقي ناس بتبتدي الاول مستغربه وبعد كده بتبتدي تضحك، بعد كده بتضحك مبسوطه من الحدث اللي بيحصل، بعد كده بلاقي نفسي طب ما اطلع السكتش حد قاعد. في الاول بقى خايف جدا لان انا هنا في مكان اولا الناس بتبقى راجعه في اخر اليوم في المترو بتبقى تعبانه جدا جدا ومتعصبين متخانقين وناس بقى في اخر شغلها وكده، فعايزين يروحوا يناموا مش عايزين حد يكلمهم في اي حاجه طبيعي، فما بالك بقى حد يكون طلع عمال بيرسمهم انت بتعمل ايه هنا، انت مكانك هنا معانا بتعمل ايه. ففعلا بيبقوا في الاول مستغربين وبعد كده بيبتدوا طب يلا روح وريها، بالعكس دي حاجه روح وريها له بقى بعد يوم طويل في الشغل ان حد يعمل حاجه كده دي حاجه ظريفه يعني. انا بقى خدت بالي بعدها فتره من ده، بس في الاول لا كنت ببقى خايف بقول ان هو لا انا ايه ده هيقولوا لي انت بتعمل ايه يلا انزل اطلع بره او حاجه بره المترو، بس الحمد لله ما كانش بيحصل، بالعكس الناس فعلا كانت بتنبسط، الناس كانت بتيجي انا بلاقي تقريبا حرفيا بدون مبالغه وانا نازل الناس ما بتبقاش عايزه تنزلني من المترو، الناس بتخليني ان انا لا خليك قاعد معانا، وفعلا كنت بفوت محطات اللي انا بنزل فيها والموضوع لقيت ان هو فعلا بيعمل حاله حلوه يعني طبعا، ان هو يبقى فيه ارت ويبقى فيه نوع كمان الكاريكاتير، حد بيرسم حد بطريقه حلوه او بطريقه مبالغه بتعبر عن حاجه في وقت او في مكان ملهوش علاقه بده، دي حاجه فعلا خدت بالي مع الوقت فعلا ان هي حاجه حلوه. طبعا هستغلك النهارده عشان اخليك ترسمني وانا قاعده معاك. يلا بينا. وحاسه ان هو هيبقى شويه صعب علشان انا يعني هسالك وانت بترسم، فمش عارفه هتبقى عارف تركز ولا لا، مش عارف برضو. هنجرب مع بعض. يلا نجرب. طيب كمل انت كده دلوقتي، افتح اشتغل زي ما انت عايز. هنعمل فعلا كده؟ متاكده؟ بجد ربنا يستر. ربنا يستر، انا خايفه على نفسي. طيب قولي دخلت قبل كده يا محمد معارض دوليه؟ شاركت. انا في الاول كنت برسم هو الكاريكاتير الصحفي يعني، انا بدايتي كانت جمعية المصريه للكاريكاتير، وكانت الجمعيه دايما بتوفر يعني دايما بتنظم معارض دوليه قبل المحليه، فدايما كنت بشارك في معظم تقريبا المعارض اللي موجوده في مصر وبره مصر يعني، وبتعبر بقى عن مشاكلنا وبتعبر عن ترندات، بتعبر عن حاجه حصلت مشكله عامه او وثقافتنا يعني. انا بحس ان الثقافه مش دايما برضو مشكله، يبين كمان طريقه
تهريجنا احنا كمصريين، بنتريق ازاي على الحاجه، بنهزر ازاي على حاجه مزعلانه. يعني ما اعتقدش ان في حد بيبقى زعلان وبيقعد يهزر قدنا يعني. بالظبط. وعايز اقول برضو ان الكاريكاتير كقيمه يعني هو موضوع برضو مش سخريه فقط. احنا معظم المعارض اللي كنا بنشارك فيها كانت بتبقى مؤثره، بتعبر عن حدث ما مثلا زي الارهاب مثلا او حاجه، والارهاب العالمي عموما. فكنا بنشارك برسوماتنا كحد مصري، حد ممكن يكون من كل دول العالم، كل واحد كان بيعبر عن الحدث بوجهة نظره من غير كلام. كل كاريكاتير كان بيأثر على المجتمع بشكل يعني سريع جدا وشكل مؤثر جدا. فانا بشوف دايما، عشان في برضو انا كنت عايز اقول ان في ناس مفهوم عن الكاريكاتير هو حاله من السخريه. يعني دايما احنا بنقعد بنتريق عن حد او عن مشكله او حاجه او عن مكان. لا خالص، في كاريكاتير انا ممكن اشوفه يعني ادمع من التاثر او حاجه. يعني في كاريكاتير فعلا هو الناس كتير قوي مرتبط بيهم ان هو حاجه دمها خفيف. انا واحده من الناس دي، كنت فاكره كده النهارده. يعني ادينا اتعلمنا حاجه معاك. يعني ده شرف ليا. طب قول لي يا محمد، احنا قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا، تمام، جمانة زميلتي هنا انت رسمتها، بس وانت بترسمها انا لقيتك بتسالها اسئله كتيره جدا ليها علاقه بشخصيتها. ما انت بصراحه مش مديني فرصه بقى اللي انا مش هخليك لان احنا على احنا دلوقتي في الحلقه، مش هقدر ادي لك تفاصيل. تمام. بس بيفرق في ايه؟ يعني انت سالتها عن مثلا بتحب ايه في حياتها، ما بتحبش ايه في حياتها، بتحب الوان ايه، ما بتحبش الوان ايه، بيفرق في ايه في الكاريكاتير؟ لان طبعا كمان خلينا نوضح للناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان الكاريكاتير انت مش بتطلع صورتك وشكلك الحقيقي 100%. بالظبط. لا هو المفروض ان هو ميكس بتوين شكلك وشخصيتك. ده حقيقي صح؟ فعلا. لان هو انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ربنا يستر. انا مش عارف انا هعمل ايه، بس يعني فعلا دي حقيقه. اول حاجه، او خلينا نقول اول حاجه، انا ليه بسال الناس؟ خليني اقول لك ان في ناس دايما بيبقى في اول حاجه بكسر حاجز التوتر اللي بيني وبين اي حد بيترسم، لان طبيعي معظم الناس دايما بتبقى قلقانه هو ايه اللي هيحصل، هو هيقول ايه، هما بيغششوني. هو هيعمل ايه دلوقتي في بجد بيحكي على فكره؟ هو راسم عينك حلوه. طب دي حاجه. انا خايفه. انا خايفه. ما هو انا بقى اللي جاي ده هيخوف اللي انا هعمله حاليا. لا ما تعملش كده. ما تعملش كده. حاجة تانية غير أنا بكسر حاجز التوتر أو حاجز الخوف اللي بيني وبين أي حد بيترسم، إن في ناس بتبقى ملامحها بتبقى قريبة جدا من بعض، أو خليني أقول على رأي يعني أستاذ أحمد عبد النعيم، أحادية التعبير. أحادية التعبير يعني ناس شبه بعض، مفيش علامة مميزة. خليني أقول برضو إن أنا بعمل إيه، أنا برسم، بحاول إن أنا ببص على أنا إيه الفرق ما بين الكاريكاتير ما بين أي بورتري أو أي رسم عادي. ان انا هو في نسبه كبيره من البورتريه، ولازم اكون دارس تشريح كويس جدا، ولازم اكون دارس كل قواعد الرسم واساسياتها الصح، عشان اقدر ابالغ في ايه، اشوف العلامات المميزه في كل كاركتر او في كل وش بيترسم، واقدر ان انا الحاجه الصغيره مثلا اكبرها، الحاجه الكبيره اصغرها، اعمل سبوت على ده. دي حاجه. الحاجة يعني التانية، يعني انت مثلا لو حد مثلا عينه ضيقه بتوسعها، ولو حد عينه واسعه تضيقها. بالظبط. طب ليه بتعمل كده؟ ودي مش قاعده برضو، خليني اقول دي مش قاعده. يعني انا خليني اقول لك ان لكل برضو رسام كاريكاتير ليه ستايله وليه قواعده في الرسم، اللي جايه من القواعد الاساسيه ومن الريفرنس ومن هو شايف قد ايه من الكاريكاتير في العالم كله، مش في مكان معين يعني. برضو بيبقى في نسبه من غير انا بحط شويه شبه، وبحط شويه من شبه او من روح الكاركتر. طب انا هسيبك تسالني يا محمد سؤالين عشان ما اعذبكش. سؤالين سهلين. اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ اقعد مع ابني. حلو جدا، ربنا يخليه لك. طيب حاجه تاني بقى بتحبي تعمليها غير ده؟ هوايه من هواياتك المفضله مثلا؟ كتير. عندي هوايات كتيرة جدا. قولنا حاجة أو حاجتين. طبعا شغلي هو هوايتي وشغلي. حلو. وتاني حاجة، أنت قلت حاجتين؟ يس. كتير قوي.
طب بحاجة واحدة، طب نص حاجة. وأحب أتفرج على حاجات حقيقية، يعني قصص حقيقية مثلا أتفرج عليها في التلفزيون. أها، أديني حاجتين أهو. السؤال الأخير، السؤال الأخير، طيب إيه أكتر حاجة حابة اللي أنت تحققيها؟ أكيد 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 إن أنا أكبر في شغلي أكتر وأكتر وأكتر، يا رب بإذن الله. يا رب إن شاء الله بإذن الله. عادي، مش لازم بقى. أنا أول مرة حد يسألني أساسي، أنا على طول أنا اللي بسأل، أنا مش متعودة حد يسألني. هو ده بقى الحلو. طيب محمد، قولي تسأليني قصة الذكاء الاصطناعي، تفتكر ممكن تأثر على فن الكاريكاتير؟ لا هتأثر، أكيد هتأثر، هتأثر بالإيجاب. أنا بشوف ده، يعني أنا دايما بالإيجاب بشوف. طبعا زي التكنولوجيا، خليني أقول الروبوت موجود من إمتى؟ موجود من التسعينات، من بداية التسعينات تقريبا، ممكن من قبل كده بشويتين. هل الروبوت حاليا مع تطوره، هل هو حل محل الإنسان؟ هل حل الإنسان في بوجه العموم، مش هقول حد إنسان متميز، ممكن يكون بيساعد بس مش بيحل محله لحد دلوقتي. ولا هيحل محله، ولا هيحل، بالعكس هو هيكون بيساعد. الذكاء الاصطناعي او الاي اي هو فعلا هيكون بي 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 اهم حاجه، بس احنا نكون عارفين معنى الذكاء الاصطناعي صح. يعني هو الموضوع مش ابلكيشن، هو الذكاء الاصطناعي هو مش ابلكيشن موجود على الويب على الـ او ويب سايت موجود بيعمل بيحول صور لرسومات او لحاجه. احنا بنشوف على السوشيال ميديا يا محمد كم صور بتنزل كاريكاتير بس معموله طبعا بالذكاء الاصطناعي. تمام، يعني السوشيال ميديا بقت مليانه رسومات بالطريقه دي. دي حقيقه، خليني اقول لك دي حقيقه. بس انا بشوف ان هي مش حاجه وحشه، ومش حاجه هتكون بتضر اي مهنه عموما، مش مهنه الارتست او الرسام، اي رسام مش كاريكاتير بالتحديد، لا بالعكس هي حاجه هتكون بتزود مش متقلل يعني. فانا عادي بالنسبه لي الاي اي تمام، لان قبل الاي اي على فكره كان في طلعت ابلكيشنز بتحول الرسومات الصور لكرتون. هل الناس استخدمتها في حاجه؟ هي طلعت ترند شويه، بتطلع بالظبط، بتطلع ترند شويه، وبعدين بعد شويه الناس بتزهق منها وبيرجعوا تاني لصورهم الطبيعيه. طبعا بالظبط، فخليني اقول ان 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 بالعكس دي حاجه هتزود جدا، هتساعد الرسامين، هتساعد المصممين الديزاينرز، هتساعدهم كتير في شغلهم يعني. بس ما توقفش المهنه للبني ادمين يعني. لا 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 خالص. طب انت حاسك خلصت؟ انا يعني هو انا تقريبا انا شبه يعني بحاول اللي انا ما خلصت، بس انا مخلص يعني. لا وريني، عايزه اشوف، انا نفسي جدا اتفرج، عايزك تفاجئني. هعمل بس حاجه صغننه كده. اوكي، ألذ حاجه في الموضوع ان انت لما بتيجي تصور اي بني ادم بتصوره او بترسمه بشكله 100%، فاهم قصدي؟ المناخير زي ما هي، العين زي ما هي، الشعر زي ما هو، كل حاجه زي ما هو لما بتيجي ترسم بورتريه يعني. بالظبط. لكن الكاريكاتير بتحس ان هو ميكس بين انه شخصيتك وشكلك. انا عايزه اشوف بقى انت النهارده شفت شخصيتي عامله ازاي. جميله، قبل انا عايزه اشوف، انا عايزه اشوف. شاطره وناجحه جدا. ميرسي يا محمد. حد رسمك قبل كده؟ يس كتير. طلعت في إيه؟ ناس كل حد كان رسمني بمنظوره طبعا، بوجهة نظره طبعا، وكل حد رسمني بحاله معينه، وده شرف ليا. يمكن اكون محظوظ من المحظوظين اللي اترسموا كتير او اترسموا من كذا رسام، منهم رسامين مصريين، منهم رسامين اجانب، ودي حاجه من الحاجات اللي دايما هفضل فخور بيها يعني. انا خلصت تقريبا. خلصت يعني. طب يلا انا عايزه اتفرج يعني، اتمنى ان ده ما ياثرش على علاقتنا ببعض. بالظبط كده. بسم الله الرحمن. لا لذيذه جدا، تجنن، حلوه قوي يا محمد. طب اهو انتوا شفتوا معايا يا جماعه شبهي يعني، اكيد انت فظيعه بجد، عجبتني جدا. ده شرف ليا. ميرسي يا محمد، انا عايزه اقول لك ان انا هعلقها في البيت يعني عندي. ده شرف ليا وده الرسمه. ميرسي يا محمد.
محمد بجد إيه؟ ميرسي على الصورة الحلوة دي. لا ولا أي حاجة. بشكرك على وجودك معانا النهارده، واحنا استمتعنا جدا معاك. انا شخصيا طالعه برسمتي فمبسوطه يعني. هو انا كمان حقيقي مبسوط ان انا كنت موجود معاكم، حقيقي فعلا البروجرام جميل وانتي جميله وروحك جميله ما شاء الله. يعني دي حاجه يعني فعلا من الاوقات الجميله اللي انا قضيتها هنا. ميرسي يا محمد، من ذوقك تشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليكي. ميرسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. باي باي.